على ذكر الإعجاز حفظكم الباري، في القرآن فن آخر من الإعجاز اسمه الاقتران في القرآن، ألف فيه السيوطي في هذا الباب، وألف الاقتران في الاقتران في القرآن، ألف كتابا وألف في العصر هذا رسائل لإحدى الأخت دكتورة سعودية اسمها مريم وغيرها. الاقتران في القرآن اقتران أسماء واقتران أفعال، لا يكون إلا في كتاب الله عز وجل، مثل وهو الغفور الودود، لا تركب الغفور إلا مع الودود، وهذا أتى بها في القرآن. الله الغفور لمن عصاه، الودود لمن أطاعه، لأنه هكذا. يا سلام. يقول مثلا سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد، تقترن الغني بالحميد، لم يقترن بكلمة أخرى، قال غني عمن أدبر، حميد وشاكر لمن أقبل. يا سلام. حتى إن من الاقتران في القرآن يعني يقول إذا كلمتين ذا اسمين، خاصة في أسماء الحسنى سبحانه وتعالى، تجد أن هذين الاسمان لهما دلالة ورسائل لا يصلح هذا إلا مع هذا، ولا يوجد في كلام العرب، ولم يسبق هذا في الشعر ولا في الأدب ولا في النثر. قال وهو الواحد القهار سبحانه، ورد في القرآن 3 مرات، الواحد في نفسه في ذاته وفي أفعاله وفي ألوهيته وربوبيته، ولا بد هذا الواحد ليكون إله أن يقهر غيره، فجاب القهار. يا سلام. يربط ذلك. عظيم. هذا الاقتران الأسماء، يأتي هناك اقتران الأفعال، فيقول سبحانه وتعالى ما زاغ البصر ولو سكت، قالوا ما زاغ يعني ما ذهب يمين ولا يسار، لكن لو تجاوز الهدف سمى طغى، قال وما زاغ البصر ولا طغى، وما طغى فطوق المعنى واحترز فيه. وهذا في الأفعال إنما يأتي بحكمة، حتى إنك تجد الإعجاز في وضع الكلمة من الواحد لأحد، حتى يشهد الإنسان عند كل كلمة أن هذا الكلام من عند كلام الله. الواحد يتكلم منه ما يدري يصيب ولا يخطئ، يكتم مقالة ما يدري أبعادها، ينظم قصيدة يقول مقالة، لكن الواحد لأحد جعل في كل كلمة في يعني إعجاز في مكانها. يقول سبحانه وتعالى على سموسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله أكبر. قال لا يضل، لا يدري فين وضعها ولا ينسى أين وضعها. قال فأتى بالاحترازين، لأنه ما في احتمال تيهان الكتب إلا بهذا الأمر، إما الضلال ولا النسيان، فطوق المعنى وأغلقه وحصره في ذلك. ويأتي إعجاز الكلمة، اصطفاء الكلمة كما مر معنا. مثلا يقول من الإعجاز أيضا إعجاز المعاني، يقول سبحانه في سورة الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الآن تتوقع أن الله إذا أصاب قوم أو نسفهم أو أبادهم أو دمرهم، يقول مثلا في حكم البشر والله مثلا يقول الله المستعان، أو إنا لله وإنا إليه راجعون، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، قال والحمد لله رب العالمين. يا سلام. قال الله. كيف حمد نفسه في مصيبة وفي أزمة وفي كارثة من الكوارث؟ عظيم. قال لثلاثة معاني. نعم. أولا أن أخذه عدل وعطاؤه فضل فيحمد على كل الحالة، ما في ظلم أبدا، في ظلم لأنه أبداً. حرم الظلم على فهو نفسه، فهو محمود سبحانه في الحالتين. عظيم. الثاني لا يحمد على مكروه سواه سبحانه، فإن المكروه الذي أوقعه بهؤلاء يحمد سبحانه وتعالى لما له من أسرار ومقاصد، ولأنه خير بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نعم. والثالث أن أخذ هؤلاء خير للمؤمنين، يحمد الله عليه. عظيم. لأنه لا أخذ أعداءه، فمعنى ذلك أنه نصر أولياءه. نعم. نصر أولياءه. نعود إلى مسألة الاقتران، في يقول في القفلة، في إعجاز القفلة، قفل الآية، إذا أتت عند الآية يأتي بقفلة تناسب السياق. قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أنا وقفت. نعم. وهو الولي الحميد. يا سلام. لا بد أن يكون كذا، يعني محمود في ولاته، وليس كل من تولى من البشر محمود إلا الله وحده. سبحانه. يقول سبحانه تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده، لم يقل أنه كان عزيزا حكيما. لا. ما لها مناسبة. لا. إنه كان حليما غفورا. الله. قال حليما يمسك السماء عمن عصاه، غفورا لمن أذنب، وإلا لو أخذ بذنوب العباد أسقط لا أهلكهم. نعم. أهلكهم. لا إله إلا ولم الله. يمسك السماء والأرض. نعم. وفلذلك من حلمه وغفرانه سبحانه وتعالى. فهذه شوف انظر كيف القفلة راعى فيها السياق، فسبحان من أنزل هذا القرآن. حتى أن بعض العلماء يرى أن في كل آية إعجاز، في كل آية من القرآن إعجاز، بحيث أن في 6000 معجزة. وأنا أقول حتى في الكلمات واصطفاء الكلمات، يعني ما هو واجبنا الآن؟ واجبنا أن نعود نقول للجيل عودوا. وأنا أنا على الجامعات والكليات أن أحيانا ما تعطي هذا الكتاب حقه إيه والله. من معرفة الإعجاز، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمود. إيه والله. جامعاتنا زاحمنا القرآن بمواد أخرى، الكتاب العظيم هذا الذي كان هو مادة واحدة عند أبي بكر وعمر وفتحوا الدنيا بها، زاحمناها ب20 مادة، وانظر الحصيل الآن
كثير حتى من بعض المشايخ إذا قلت له فسر لنا هذه ما معنى هذه، يقرأ وإذا هو حافظ، وبعضهم يردد القرآن ليلا ونهارا ما يدري ما هي مقاصد وأسرار هذا الكتاب الله الذي أمرنا بتدبره، بتدبره كما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأكفرين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وممن متدبر الله والمتفقين في معانيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابك الله، جزاك الله خير وأثابك الله.